الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. المسألة الأولى: إن قيل لك ما مناسبة ابتداء الإمام النووي 40 بهذا الحديث، ما المناسبة؟ الجواب: اختلفت عبارات الشراح في بيان المناسبة، ولكنهم يرجعون في كلامهم إلى بيان أهمية النية في ميزان التشريع، ولذلك ينبغي لكل مصنف في الحديث أن يبدأ بهذا الحديث أول تصنيفه، ولا ينبغي للقلوب أن تغفل عن هذا الحديث ومدلوله، وذلك لأن الدين ينقسم إلى قسمين: إلى دين يطلب فيه عمل الظاهر، وإلى دين يطلب فيه عمل الباطن. فميزان الأعمال الباطنة هو حديث عمر هذا، ولأنك جميع الأعمال الظاهرة إنما ترجع إلى النيات الباطنة، فمن بنى أعماله في الظاهر على نية صالحة صحيحة قبلها الله عز وجل منه، وأما إذا بنى أعماله على نية فاسدة خبيثة فإنه وإن اجتهد وصام وصلى وزعم أنه من العباد فإن عمله يعتبر مردودا عليه غير مقبول. فإذا هذا الحديث بدأ به الإمام النووي لبيان أهمية شأن النية في التشريع الإسلامي، ولبيان أن النية هي مرتكز الأعمال، ومن باب تذكير القلوب قبل الدخول في تفاصيل مصنفه على وجوب إخلاص النية لله تبارك وتعالى، وهذا من أعظم ما يكون من حسن التأليف. وقد سلك الإمام النووي رحمه الله تعالى مسلك المحدثين قبله، فإن كثيرا ممن صنف في علم الحديث المصنفات المستقلة صدروا مصنفاتهم بذكر هذا الحديث، كما صنع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وكما صنعه غيره. وإن هذا الحديث على شهرته بين أحاديث السنة، إلا أنه يعتبر حديثا غريبا فردا، إذ لم يروه بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد، وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، مع أن هناك صحابة كثر رووا أحاديث تتعلق بالنيات، منها ما يوافق هذا اللفظ المذكور عن عمر، ومنها ما يدور في فلكه ومعناه، إلا أن جميعها ضعيفة، فلا يصح هذا الحديث بهذا اللفظ إلا من طريق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهو حديث غريب، ويعبر عنه بعضهم بأنه حديث فرد، ولذلك لم يتلقفه الرواة إلا في المرتبة الثالثة عن يحيى بن سعيد الأنصاري فقط. فمن يحيى بن سعيد انتشر هذا الحديث، فإذا على علو كعب هذا الحديث في السنة، وعلى أنه يدور على العمل المطلوب باطنا، إلا أنه حديث غريب فرد.